صدقني. عبد الله تفضل ابوي. ايوه اشكرك. الملاعق ضروريه. الطبق الثاني جيب الطبق، ولا خلينا نقيم هنا، خلينا نقيم هنا. يلا روحوا يا شباب. الله سم بالله شيك على نظافتهم يعني، انصافا للحق. شوف طيب الحين بناخذ انسيرتات، ولا يهمك بناخذ انسيرتات، بس ارجوكم تعبت نفسيا، تعبت. مخرج ارجوك رجاء خاص في هذه اللحظات الكريمه العزيزه الغاليه علي جدا، ارجوك ناخذ انا وانت انسيرتات على المطابخ عشان كل الناس ترى عمل عبد الله الحربي وسالم الغامدي وكذلك الفريق الثاني سيف الاكلبي. هذا مطبخ كما ترى عزيزي المشاهد امامك الان، مطبخ عبد الله الحربي وسالم الغامدي. يعني قلت لك اللحظات الاخيره في المطبخ مهمه جدا لانقاذ الليله. ننتقل انا وياكم الى مطبخ سيف الاكلبي وسعود علوش. اعطني اياها سلو موشن مخرج، سلو موشن، احتاج سلو موشن. الله الله الله، ودي الناس تعرف صراحه مدى العبث. هذا اسمه عبث. الله الله الله، الواحد في هذه اللحظات صراحة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا حلت مصيبة عليك عزيزي المشاهد ارفع يدينك وقل لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. معنا في هذه اللحظات صراحة، أطفي الشاشات يا شباب، خلوا ردة فعلكم طبيعية، احنا أمام شاشة. تفضلوا المقيمين، أعزائي المقيمين، يتقدمهم الجميل نايف حشر وشنار وفيصل الحازب. شباب أتمنى مراقبة الله عز وجل في تقييم الأطباق. شباب ممكن بس لاين لاين لو سمحت، لاين ورا زميلك. خلاص شكرا أبوي، شكرا. خلاص يا شباب نشغل المايكات لو سمحتوا. الناس المقيمين، أنت كل ما وجدت أمام الكاميرات خل مايكك شغال. يلا لا لا بس أرجوك نايفتك. شباب معنا اليوم مرقوق، الأكلة الشعبية الشهيرة في السعودية، ومعنا كذلك هنا صينية الشاورما بالدجاج. دجاج بطاطا، يعني انت قيم وبتعرف. التصويت نازل يا شباب، التصويت أعزائي المشاهدين والمشاهدات الآن عبر حساب قناة الواقع الفضائية، الحساب البديل للقناة في منصة إكس. تفضل يا نايف، تفضل يا شباب، اللي جاهز تقييمه يتفضل هنا. أشر إذا دينك ما هذا، أشر. يلا شكرا شكرا، ارجوك احتفظ بهذه النتيجه لك. نعم سوف احتفظ بها وانها كنز الاسرار. حشر كل التوفيق لك. يعني اذا جاهزين يا شباب اعطوني التقييم وارجعوا كلوا براحتكم. يعني هل يا ترى من سيكسب الألف نقطة هي أمون أو جيان؟
هذا ما سنعرفه صراحة بعد. ترى مو على كل حال تقييم الشباب هو هما تفضل اي خضراتك مو على كل حال تقييم الشباب هو اللي بينقذ الموقف، بل عندنا 30% على تصويت الجمهور متردد جدا. يعني انت قبل شيء يا استاذ عبد الله قلت ان في اعداد وفي فريق طبخ وفي مقدم يحضر عشان التعب وكذا، اضف الى ذلك في متذوقين بعد عائلات الشباب لي وللغير يتقون الله فيما يطبخون. الله الله جميل جميل. وانت كذلك اتق الله فيما تطبخ صحيح الفتره القادمه فيما ستقيم صح يعني. اولا ستقيم لا انت ما عليك من التعب اللي راح، انت عليك من ذواقتك للاكل صحيح. قيم على الذواقه نعم يلا خذ راحتك. فعندنا عزيزي المشاهد انقذ فريقك الان عبر تصويت تصويت نازل في حساب قناة الواقع. ما شاء الله تبارك الله فيصل، حياك الله فيصل. فيصل الثوب ده مشوي ما شاء الله، من وين؟ حرجة. من الحرجة ما شاء الله. طيب وين؟ هنا؟ شكرا. لا بس انت لا توضح شيء، انت خلصت؟ قيمت كلكم يا شباب؟ طيب تقييم واضح. لا شنار تكفى. زلت؟ قلت لهم؟ رفع عليك طيب. عبد الله بس 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 ما اكل والله انا عندي تقييم الله يرفع قدرك. طيب شباب عندي في هذه الاثناء اذا تأذلوا لي يا شباب